تسريب فيديو صادم لفاطمة الأنصاري وشكلها بعد الطلاق يثير الجدل. أثارت مشهورة سناب شات وخبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب فيديو لها من دون فلتر. وتفاعل المتابعون مع الفيديو حيث اعتبروا أن ملامحها متغيرة كثيراً، فعلق البعض قائلاً طلعت على حقيقتها وأنا مفكر مسوي عملية تجميل، كما علق البعض ممازحاً عظم الله أجرك يا أبو شهري عرفنا المشكلة. وأيضاً جاء في التعليقات هسه هاي الفلاتر اللي ما تغير الوجه صار اسمها مو فلاتر، كما علق البعض أنه فعل معيب أن ينشر أحدهم فيديو لشخص آخر من دون أخذ إذنه. وفي سياق متصل نشر الناشط الكويتي يعقوب بوشهري فيديو وهو يتكلم فيه عن قلبه وأن البعض يراه حزيناً خصوصاً بعد انفصاله عن فاطمة الأنصاري، حيث قال أزعل أخطي مرحلة مالك شغل شنو السبب؟ الإنسان لازم يزعل، الإنسان اللي ما يزعل ما عنده قلب، وأنا رجال قلبي رهيف بأي شيء يتعلق، خلي يزعل ويرضى ويزعل ويرضى. وأنا ريال قلبي رهيف بروح على أي شيء يتعلق، بعد ما تبي يزعل خليه يزعل ويرضى ويزعل ويرضى.